أنا راجل وطني مخلص للمغرب، مخلص للمغاربة، مخلص للعرش. محمد مجيد شخصية بصمت مسارا نضاليا لرجل عاشق المغرب وأسس للفعل الرياضي بمختلف أنواعه. ولد بمدينة أسفي وتابع دراسته الثانوية في كل من فاس والرباط بثانوية مولى يوسف ليتشارك نفس طاولة الدرس مع المهدي بن بركة وليصبح بذلك أحد رجال المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي، ليخلد اسمه ضمن أحد رجال الحركة الوطنية والمقاومة في أوائل القرن الماضي، وانخرط فيما بعد بحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبره دخل إلى قبة البرلمان سنة 1984. فقد كان يعبر عن مواقفه بجرأة وكان منفتحا على الإعلام. محمد مجيد الغيور على وطنه والمحب لأهله، عرف بديناميته وحيويته وجرأته الكبيرة في ملامسة الواقع والإصرار على تسجيل الأهداف، مكرسا حياته لنشر قيم المواطنة وتشجيع روح المبادرة خاصة لدى الشباب. أسس الجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب وظل رئيسها على مدى 45 سنة لتنتشر هذه الرياضة وتصبح من أهم الرياضات بالمغرب من خلال إحداث الأندية لتعميم ممارستها لدى المغاربة وتكوين المدربين وتدريب الشباب، ليكون له الفضل الأكبر في تأسيس جائزة الحسن الثاني الكبرى لكرة المضرب، ولتصل هذه الرياضة لمصاف العالمية أثناء ولايته بتألق الفرسان الثلاثة يونس العنوي وكريم العالمي وهشام أرازي. وفي سنة 2009 غادر محمد مجيد الجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب، وفي نفس السنة وشحه الملك محمد السادس بالحمالة الكبرى لوسام العرش. والآن دور ديالي أنا انتهى، تني صابين الدين شبان الله عونه. وبالرغم من تجاوزه سن 90 إلا أنه ظل يتمتع بنفس روح التحدي والحيوية، بحيث استطاع التقرب من الفئات المعوزة وكرس سنوات عمره الأخيرة للأعمال الاجتماعية من خلال إنشاء المؤسسة المغربية للشباب والمبادرة والتنمية التي تحمل اسمه. وفي العشرين من مارس وعن عمر يناهز 97 ودعنا محمد مجيد إلى دار البقاء بعد صراع طويل مع المرض، لتبقى أعماله الخيرة عنوانا لحياة لن تموت أبدا. فمحمد مجيد الرجل المعلم، يعتبر أيقونة العمل السياسي والرياضي والاجتماعي بالمغرب، فقد خاض معارك ضارية في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وخرج منها بانتصارات ستظل خالدة، وبعث أملا في نفوس كثير من الناس وحفر اسمه بأحرف ذهبية في قلوب جميع المغاربة. فوداعا محمد مجيد.